الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل، والبداية بالشأن المصري. أكد الرئيس محمد مرسي سعيه لإعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية في المرحلة المقبلة، معربا عن تطلع مصر للتعاون مع البرازيل في مجالات التصنيع العسكري وتصنيع الطائرات والسيارات. جاء ذلك في ختام زيارة إلى البرازيل استغرقت يومين، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، كما التقى عددا من قيادات ورؤساء كبرى الشركات البرازيلية، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار في مصر. في ختام زيارته إلى دولة البرازيل وبعد وصوله إلى عاصمة المال والأعمال ساو باولو، قام الرئيس محمد مرسي بزيارة إلى اتحاد الصناعات البرازيلي، التقى خلاله برئيس الاتحاد لبحث سبل تعزيز التعاون وتشجيع المستثمرين، ثم قام بافتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البرازيلي، معلنا في كلمته عن المشروعات الكبيرة التي تقدم عليها مصر وتحتاج للجادين من المستثمرين. لقد أخذنا على عاتقنا في هذه المرحلة إنجاز عددا من المشروعات، على رأسها المشروعات التي تستهدف تأسيس تنمية حقيقية على طول محور قناة السويس ولمسافة أكبر من 200 كيلومتر، حيث سيتم توفير دعم لوجستي للسفن العابرة للقناة، فضلا عن الخطط التنموية في المجالات الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي، إلى جانب الأبحاث العلمية والمشروعات الكبرى بالتعاون مع المستثمرين الجادين مثلكم، وبما في ذلك مجال تطوير البنية الأساسية في قناة السويس. وأكد الرئيس أمام المنتدى بأن القطاع الخاص في مصر الآن يلعب دورا مهما إلى جانب القطاع الحكومي والعام، معددا أمامهم كافة التسهيلات الموجودة وواعدا بإزالة العوائق أمامهم، ثم قدم الدعوة للاتحاد ورجال الأعمال بزيارة مصر في أسرع وقت ممكن، مشددا على تطلعه إلى الفعل والعمل حتى يشعر المواطن بالنتائج على أرض الواقع. القطاع الخاص في مصر الآن يلعب دورا حيويا ومهما إلى جانب القطاع الحكومي العام وقطاع الأعمال، وهذا يساهم في دفع مسيرة التعاون بيننا وبينكم، ومن هنا يأتي دور رجال الأعمال الذين يمثلون قاطرة التعاون الذي نتطلع إلى تدعيمه من خلال التنسيق ما بين الاتحادات الصناعية في كل من مصر والبرازيل، وكذلك بتفعيل مجلس الأعمال المصري البرازيلي المشترك. هذا والتقى الرئيس مرسي أيضا بعدد من زعماء الأعمال البرازيليين، ناقش معهم الاستثمار في مصر بحضور رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية والمدير التنفيذي للغرفة، ثم أجرى لقاء مع رئيس وقيادات إحدى الشركات البرازيلية العاملة في مصر والتي ترغب في زيادة استثماراتها في مجالات عديدة كالطاقة وغيرها. كعادته دائما في كل زياراته الخارجية، جاء لقاء الرئيس محمد مرسي بأبناء الجالية المصرية في البرازيل لإطلاعهم على أهم التطورات على الساحة الداخلية والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وإعطائهم فرصة المشاركة في تحقيق نهضة مصر وتنميتها. من ولاية ساو باولو البرازيلية، الأمير داود، النيل. هذا وقد التقى الرئيس مرسي خلال زيارته أيضا في البرازيل أبناء الجالية المصرية بمدينة ساو باولو. وأوضح موسى مرسي أن الكثير من أهداف الثورة قد تحقق، وفي مقدمتها امتلاك الإرادة والحرية العامة. الثورة المصرية يقودها منذ بدايتها أهدافها، الأهداف هي التي تقود، ولم تكن القيادة لأحدنا أو لحزب من أحزابنا أو لمجموعة من تجمعاتنا، إنما كانت القيادة بحركة الجميع للأهداف، وتحقق الكثير من هذه الأهداف. وأنا أرى أن أهم هدف تحقق هو امتلاك الإرادة، لأنه بالإرادة تبنى الأمم وتقوم الحضارات وتستقر الأوضاع وتتكامل الجهود
وتنسق المواقف وتبذل يبذل العرق وينمو ويزدهر الوطن بالإنتاج الحقيقي. من ناحيتهم طرح عدد من أبناء الجالية المصرية بعض الأفكار والمشروعات التي قد تساعد في تطوير التعاون بين مصر والبرازيل. وأكد المصريون أن التوقيت الحالي هو الأفضل لدخول المنتجات المصرية إلى البرازيل، معربين عن تفاؤلهم باهتمام مصر بدعم العلاقات مع مختلف دول العالم. هم الشعب المصري وهم الرئيس وهم كل مخلص وهم كل مسؤول في مصر هو التنمية الشاملة الحقيقية في مصر داخليا من خلال تنمية وتطوير الأعمال الداخلية ومن خلال التسويق وبناء العلاقات الخارجية مع الشركاء الخارجيين، وهذا يتم من خلال تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعلومات. شد انتباهي النهارده ان الناس النهارده بيفكروا باللغه عمليه جدا، ان هم يعملوا خط مباشر مصر خط مصر الطيران، واعتقد ان في فرص كتير جدا لرجال الاعمال المصريين هم يخشوا السوق البرازيلي، واتمنى لمصر ان شاء الله كل التوفيق وكل الود وكل الحب. يستقبل الرئيس التركي عبد الله جول ظهر اليوم الدكتور هشام خنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث العلاقات المصرية التركية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات. وقد التقى قنديل رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وعددا من رؤساء الوزراء العرب المشاركين في اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي للتعمير والتنمية لبحث سبل دعم التعاون الإقليمي المشترك ودفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والدول العربية المشاركة في مؤتمر البنك. وألقى قنديل كلمة استعرض فيها إمكانات مصر الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة التي تقدمها الحكومة للدخول في شراكة لمشروعات مختلفة. يلتقي البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مع البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان في أول رحلة له خارج البلاد منذ اعتنائه الكرسي البابوي شهر نوفمبر الماضي. يتناول اللقاء سبل التعاون بين الفاتيكان والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما سيزور البابا توادروس أيضا إبراشية تورينو وإبراشية ميلانو التابعتين للكنيسة الأرثوذكسية. تبدأ جنايات القاهرة غدا أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه. يأتي ذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقد في 13 من يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك والعدلي والطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. كانت القضية قد أحيلت إلى الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، غير أنه تنحى عن نظرها في جلستها الأولى التي عقدت في 13 من إبريل الماضي بعد أن أعلن استشعاره للحرج. وإلى الشأن السوري، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الكتائب المقاتلة استهدفت مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة شمال وسط سوريا بعدد من قذائف الهاون. وتواصلت الاشتباكات صباح اليوم في حي برز البلد شمال دمشق بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. وذكر مسؤولون محليون أن الجيش السوري كثف تعزيز وحداته وحواجزه في محيط مدينة التل بريف دمشق، ودارت اشتباكات عنيفة كان أشدها في مناطق الوادي والغرب ووادي موسى، كما دارت اشتباكات أخرى إلى الشمال الغربي من التل عند حاجز الفخوخ في بلدة حلبون، حيث حاولت المعارضة المسلحة الاستيلاء على الحاجز. جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تمسك بلاده بضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، مؤكدا أن الأسد لن يكون جزءا من حكومة انتقالية في سوريا. تأتي تصريحات كيري بعد يومين من اتفاق واشنطن وموسكو على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
بعد أن استعصت الأزمة السورية على الحل بقوة السلاح خلال القتال الدائر بين قوات الأسد ومقاتلي المعارضة، يبدو أن معظم الأطراف قد بدأت في قبول فكرة الحل السياسي، وإن كان لن يصل إلى سقف تطلعات الشعب السوري، فقد رحبت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي بالاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو مؤخرا على ضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة، استنادا إلى وثيقة جنيف عبر عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن في يونيو المقبل. وأوحى الاتفاق الروسي الأمريكي إلى البعض بأن واشنطن قد تراجعت عن مطلبها برحيل الأسد عن السلطة، لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد أن الأسد لن يكون طرفا في الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أنه على اتصال مستمر بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكل الدول المعنية فيما يتعلق بعقد المؤتمر الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا بشأن سوريا. We have previously stated that the missiles. لقد قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو ليست مرتبطة بشخص بعينه، وقال إننا بحاجة إلى تطبيق وثيقة جنيف، وهذا يتطلب تشكيل حكومة انتقالية تنال إجماع الأطراف السورية، ولا أحد يتخيل إن المعارضة السورية ستوافق على أن يقود بشار الأسد تلك الحكومة. وفي سياق متصل أعلن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن سوريا سترد على القصف الإسرائيلي على أراضيها الأسبوع الماضي بتزويد حزبه بأسلحة نوعية لم يحصل عليها من قبل، وبفتح هضبة الجولان لتكون ساحة للمقاومة، مؤكدا أن حزب الله سيدعم المقاومة السورية وسينسق معها من أجل تحرير الجولان المحتل حسب قوله. إذن أود الأول خذ علما أيها الإسرائيلي، إذا كنت تعتبر سوريا ممول للسلاح إلى المقاومة فإن سوريا ستعطي السلاح للمقاومة. سندفع بهذا السلاح العدوان عن شعبنا وبلدنا ومقدساتنا. وفي هذه الأثناء وبعد أنباء عن تقديم المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا استقالته من منصبه، أعلن مسؤول بالأمم المتحدة أن الإبراهيمي وافق على الاستمرار في مهمته بعد أن أقنعه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بذلك، استنادا إلى الأمل الجديد الذي بعثه الاتفاق بين موسكو وواشنطن على حل الأزمة سياسيا، وهو الأمر الذي وصفه الإبراهيمي بأنه خطوة أولى ومهمة باتجاه حل الأزمة السورية. الله أكبر. قال تشيك هيجل وزير الدفاع الأمريكي إن العنف في سوريا يهدد بالانتقال إلى خارج الحدود، وحذر هيجل من خطر تفكك سوريا بسبب تنامي العنف الطائفي بعدما وصل إلى درجة غاية في الخطورة، ودعا الصين وروسيا للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية وإنهاء الحرب فيها. جاء ذلك في كلمة لهيجل أمام مؤتمر نظمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في العاصمة الأمريكية. That goal is shared by our allies in the region, not only those borders. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن النظام السوري قد تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية منذ فترة طويلة. وطالب أردوغان خلال مقابلة صحفية للحكومة الأمريكية بتحمل المزيد من المسؤولية واتخاذ المزيد من الخطوات في النزاع السوري، مضيفا أنه يعتزم إجراء محادثات حول ذلك خلال لقائه بأوباما الأسبوع المقبل. وأضاف أن قوات الأسد استخدمت نحو 200 صاروخ وفقا لأجهزة المخابرات التركية، لكن حكومته لم تحدد حقيقة استخدام غاز السيرين، فيما نفى أردوغان إمكانية استخدام المعارضة لمثل هذه الأسلحة. أكدت الأمم المتحدة أن المبعوث الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سيبقى في منصبه بعدما ترددت أنباء عن تلويحه في وقت سابق بالاستقالة. وقال مسؤول بالمنظمة الدولية إن الإبراهيمي استجاب لطلب في هذا الشأن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما رحب المسؤول الأممي بالدعوة الأمريكية الروسية لعقد مؤتمر دولي من أجل وضع حد للأزمة السورية. في سياق آخر قالت سوريا إنها ترحب بما وصفته بالتقارب بين الولايات المتحدة وروسيا خلال اجتماع عقد هذا الأسبوع اتفق خلاله البلدان على ترتيب مؤتمر بشأن إنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ عامين. Negotiated transition, a negotiated process.
على صعيد متصل، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الخميس الوقوف إلى جانب سوريا لتحرير الجولان المحتل. وقال نصر الله في خطاب متلفز إن أهداف العدوان الإسرائيلي على سوريا هو إخراجها من معادلة الصراع مع إسرائيل ومحاصرة المقاومة في لبنان وفلسطين. نحن في المقاومة في لبنان نعلن أننا مستعدون لأن نستلم أي سلاح نوعي ولو كان كاسرا للتوازن، ومستعدون أن نحافظ على هذا السلاح، وجديرون بأن نمتلك هذا السلاح، وسندفع بهذا السلاح العدوان عن شعبنا وبلدنا ومقدساتنا. في بكين حث الرئيس الصيني شي جينغ بينغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين في أقرب وقت، وأن يتعاون الجانبان لاتخاذ إجراءات عملية من تعزيز تدريجي للثقة المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعد أول زعيم إسرائيلي يزور الصين منذ أن زارها رئيس الوزراء الأسبق يهود أولمرت في 2007. وتأتي هذه التحركات من جانب الصين بينما الولايات المتحدة منهمكة في حملة دبلوماسية جديدة لإحياء محادثات السلام التي انهارت في 2010 بسبب استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات. اعتبرت الولايات المتحدة أن مواصلة إسرائيل لبناء المستوطنات أمر غير بناء، فيما أدان محمد كامل عمرو وزير الخارجية وبشدة قرار إسرائيل بناء 296 وحدة استيطانية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية. من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار تقويضا لعملية السلام، وأن الحكومة الإسرائيلية تهدف من وراء هذه القرارات إلى جر المنطقة إلى العنف بدلا من السلام والاستقرار. 296 وحدة استيطانية جديدة، أرقام باتت تتزايد مع مرور الأيام لتتحول الضفة الغربية إلى مستوطنة كبيرة تقسمها إسرائيل حسب أهوائها وحسب راحة مستوطنيها. فقد صادقت الإدارة المدنية التابعة لقوة الاحتلال على مخطط لبناء وحدات استيطانية في مستوطنة بيت إيلا الواقع شمال رام الله، محاولة فرض أمر واقع بجعل نسبة المستوطنات 200% والمستوطنات 30% في الضفة الغربية. هناك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية أخذ قرار بعملية بنائها خلال الشهرين الأخيرين، وبالتالي الآن ما يجري في منطقة بيت إيل هو تحكم كامل في مناطق الضفة الغربية، وفي إطار ضربة للقانون الدولي والجمعيات حقوق الإنسان بأن بالحديث عن أن الاستيطان غير شرعي. الآن مهمة إسرائيل في مناطق الضفة بما فيها القدس إلحاق الفلسطينيين بحكومة المستوطنين في مناطق الضفة. سلطات الاحتلال وبسياستها الثابتة في فرض الاستيطان على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أخل بميزان العودة إلى المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ودمر مشروع حل الدولتين في ظل المباحثات الدبلوماسية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة لتسريع عجلة المفاوضات. مساعي العودة للمفاوضات حتى الآن هي تأخذ في الاعتبار التكيف مع الأمر الواقع الذي ينشئه نتنياهو وحكومته، وليست هناك نوايا جدية لوقف هذا الاستيطان وغير ذلك، بالتالي يصبح خدمة كاملة لإسرائيل. وسائل الإعلام العبرية تناقلت في الفترة الأخيرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى كبح جماح الاستيطان في الضفة، لكن الواقع الفلسطيني يؤكد عكس هذه الأقاويل بما تعلنه الإدارة المدنية بزيادة الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. لم يعلن موقف إسرائيلي رسمي بتجميد الاستيطان حتى ولو بشكل محدود ومؤقت، في واقع الحال أن الثابت في السياسة الإسرائيلية هو ما يطبق على أرض الواقع من عمليات توسع استيطاني، وما يحدث من توسيع في مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله يعتبر مؤشرا خطيرا. في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزيرة العدل المكلفة بشؤون المفاوضات مع الفلسطينيين تسافي ليفني، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي مشاي علون بتوسيع مستوطنة بيت إيلا ليصبح استمرار الاحتلال أعلى تكلفة من إنهائه في ظل فرض المستوطنات على الأراضي الفلسطينية باقتطاعها من سكانها الأصليين، مؤشر بات ينذر بالخطر في ظل العربدة التي يمارسها المستوطنين الذين غيروا معادلة الصراع.
في الوقت الذي حولت فيه إسرائيل الضفة الغربية إلى كانتونات استيطانية، حيث لم يكفيها لتصبح كالسرطان الخبيث الذي يدمر جميع أراضي الضفة. ثروة شقرة من أمام مستوطنة بيت إيل في رام الله، النيل. أكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مساء أمس أنه لولا الثورة المصرية ما استطاع الوصول أو زيارة قطاع غزة. وقال القرضاوي في كلمة له خلال مهرجان حاشد نظمته حركة حماس وسط غزة إن قضية فلسطين ليست بشأن داخلي بل قضية كل العرب والمسلمين. في خطوة وصفت بأنها تعزز شرعية حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، بدأ الداعية الإسلامي البارز الشيخ يوسف القرضاوي زيارة إلى القطاع. زيارة القرضاوي لاقت ترحيبا حارا من جانب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، والتي تسعى جاهدة إلى تعزيز موقفها الدولي بدعوة كبار الشخصيات إلى ذلك الإقليم الصغير، حيث من المقرر أن يزور القطاع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من هذا الشهر برغم ضغوط أمريكية. فلسطين تستقبل شيخ الثورة وتستقبل شيخ الربيع العربي وتستقبل شيخ التحول الاستراتيجي في هذه الأمة بإذن الله عز وجل، إنه شيخ الجهاد وإنه شيخ الثورة. وبمجرد وصول رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى غزة قادما من رفح، دعا الشيخ القرضاوي الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى العمل سويا من أجل إسقاط إسرائيل، منكرا أي حق لها في الوجود. كل جهادنا وكل جهودنا وكل حياتنا وكل آمالنا وطموحاتنا هي أن نموت في سبيل الله وتحيا فلسطين. القرضاوي شدد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الداخلية وتوحيد الفلسطينيين، غير أن أنصار حركة فتح اعتبروا زيارته تعزيزا للانقسام الداخلي وتأييدا للكيان الانفصالي الذي أقامته حماس في غزة على حد قولهم. ووقع القرضاوي على وثيقة القدس وعدم التنازل عن الحق الفلسطيني، فيما منحته الجامعة الإسلامية بغزة درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا لدوره في خدمة الدعوة الإسلامية. شادي أنور، النيل. تزامنا أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية تنظيم مظاهرة بعنوان مليونية القدس عقب صلاة الجمعة أمام جامع الأزهر للتنديد باقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، فضلا عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية. وقال أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان إن هدف المليونية هو نصرة القدس وإدانة الكيان الصهيوني الغاشم، لافتا في الوقت نفسه أن الجماعة لم توجه دعوة لأي تيار سياسي بعينه، وإنما هي دعوة عامة لجميع الشعب المصري. من جانبه أعلن حزب النور عدم مشاركته في مليونية اليوم، مؤكدا أنه لم يتم التنسيق لها من قبل مع الحزب. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل. اليوم الأخير قبل الانتخابات التشريعية في باكستان، قتلى في عملية تفجير بوزيرستان الشمالية.